السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. معايا في الفيديو عدة مواضيع، الموضوع الرئيسي وهو اهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز، الفنانة القديرة طبعا، اهانتها لما قال لها انت كومبارس ومرضاش اشغلك عندي خدامة. تفاصيل هقولها لحضراتكم كلها طبعا بالدليل، وكمان معانا خبر مؤسف جدا عن الفنان الجميل عبد الرحمن ابو زهرة، ومعايا خبر تالت هنكمله مع بعض في الفيديو. بس لو سمحتم اسمعوا معانا الفيديو للنهاية قبل ما تحكموا من العنوان. في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة. طبعا أنا بتكلم عنه، هو فنان جميل وليه أعمال جميلة جدا، ولكن المشكلة إن في بعض الناس لما بتيجي تكلمي عن فنان هو مش رقم واحد في التمثيل، او مثلا ما باخدش دور بطولة، فالناس ابسط حاجة بتقول ليه مش مهم قوي ان انت تجيبي سيرته او تقولنا. لا يا جماعة، الناس ديت لولا هي اللي فوقيهم مش هيعلو، لازم بيكون عمل يبقى عمل متكامل. وطبعا الفنان عبد الرحمن هو فنان جميل وليه اعمال كتيرة ذات بصمة راقية، يعني بلاش نكون دايما في زمن الابتذال زي ما هكمل الفيديو عن محمد رمضان. الحالة بتاعته يا جماعة ان هو كان بيعاني من بعض المشاكل في الاذن عنده في السمع، وابنه احمد كشف تطورات حالته الصحية، قالوا انه سقط على الارض لانه بيعاني من الم في اذنه، وفي اذنه هو اجرى بعض التحاليل، وكان طبعا لابد من اجراء عملية بعد لما سقط على الارض. والفنان عبد الرحمن ابو زهرة طبعا رحلة عطاء كبيرة جدا، تركب ليه شرائح ومسامير. هو الحالة الحمد لله بدأت تستقر، ولكن طبعا لسه موجود في المستشفى وابنه طالب بالناس بالدعاء لي. اشهر اعماله طبعا المعلم سردينة في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، محدش هيقدر ينسى مسلسل جميل جدا. عرف الفنان القدير بقصة حبه الكبيرة لزوجته الراحلة سلوى الرافعي، طبعا دي احفاده اللي حضراتكم شايفينه، تحدث عنها وقال اول مرة شفتها في كواليس احد اعمالي قلبي خفق ليها واتجوزتها بعد 20 يوم. لما كان طالع مع الاعلامية صاحبة السعادة طبعا اسعاد يونس، قال انا لحد اللحظة دي مش قادر اصدق ان هي توفت، ودي كانت اصعب لحظة في حياتي، لحد الان حاسس انها عايشة معايا ولحد الان ما ماتتش، عادها من التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها. كمان معانا الخبر التاني وهو طبعا عن الفنان يوسف الشريف وحالة من يعني الهجوم الشرس عليه. كلنا عارفين اراءه ان هو دايما ودائم ان هو يقول ان هو ما بيعملش مشاهد جريئة وما بيتلمسش مع اي ممثلة، وده بنشوفه طبعا في كل ادواره ويحترم جدا على ذلك. ولكن طبعا الناس لما شافت زوجته منزلة صورة ليها طبعا على الانستجرام، فقالوا انت يعني مدعي طبعا للفضيلة، وان انت سايب مراتك بالشكل ده وجاي تتكلم عن الممثلات، وهي ازاي تنزل صورة بالطريقة دي. طبعا هي كانت لابسه كشميو، فطبعا المفروض ان هو بيكون فوق الركبه بشويه، هي نزلت صورتها زي ما هوريها لحضراتكم وقصت الصوره من تحت، ولكن طبعا لقيت هجوم شديد جدا عليها. الصوره دي لحضراتكم شايفينها طبعا، وقالوا بدل ما انت بتحكم على الفنانات وبتقول مش بتلامس مع حد وما بيحبش يعمل ادوار جريئه، طبق الكلام ده على زوجتك. بالمناسبه يا جماعه، زوجته هي مديره اعماله، وهي مؤلفه اخر عمل درامي ليه كان في رمضان الماضي، هي اللي مؤلفاه. وطبعا احنا عارفين الناس ما بتسكتش، منهم طبعا الهام شاهين اللي قالت طبعا ونزلت على صفحتها ناس بتدعي الخلق، وهي في حياتهم العامة سايبينها عادي مش بيفرق معاهم، زي ما كانت بتهاجم احمد زاهر برضو هاجمت يوسف الشريف. انا بحترم جدا اراء يوسف الشريف ان هو بيمنع الكوبلات والاحضان والمشاهد الجريئة والتلامس في اي مسلسل او اي عمل بيقوم به. ده كان الخبر اللي معايا عن يوسف الشريف، يعني بلاش نتحامل عليه. ممكن كمان خليني صريحة، ممكن زوجته كانت اتصورت زي الصورة دي براحتها، بس مش كان لازم تنزل
بتنزلها على السوشيال ميديا، على الرغم ان انا شايفة انها لما قصتها بتنزلها زي صور كتير قوي ليها، يعني هي مش ست محجبة، فبالطريقة دي هي دايما بتكون بالشكل ده. معايا بقى الخبر اللي اثار ضجة كبيرة جدا ويزعلني انا وزعل ناس كتير. محمد رمضان لا يكل ولا يمل ان هو يهين اي حد، اهان فعلا الفنانة سميرة عبد العزيز. كل حاجة هجيبها لحضراتكم بالسكرينات عشان الناس اللي بتنزل وتقول بتألفوا الكلام او بتجيبوه منين. سميرة سعيد طلعت وقالت، كانت بتتكلم في جريدة الوطن، وقالت ان محمد رمضان قبل كده كان طلبها ان هو تمثل معاه دور والدته في احدى المسلسلات، وهي رفضت ذلك، قالت لا انا مش عايزة امثل. ودي حاجة ما تعبهاش يا جماعة، يعني هي حتى قالت انا اصبت بالدهشة جدا ان واحد عشان انا رفضت ان انا امثل دور والدته يتطاول عليا. محمد رمضان بقى عمل ايه بالتحديد؟ عمل ان هو بعت لها ورسل لها رسائل على الواتساب طبعا، وقال لها شتايم واهانات كتيره ووبخها، وقال لقيته، هي قالت لقيته بيقول لي يا حقيره يا شحاته انا جزمه امي احسن منك، وانا باخد 20 مليون جنيه وانت اجرك اخره 20 ألف جنيه، ومرضاش انك تكوني موجوده معايا ابدا. طبعا هو قل ادبه بالزياده محمد رمضان، واللي عمله لا يغفر ولا يغتفر. بصوا يا جماعه، حتى لو هي رفضت تمثل معاه، يعني دي حرية شخصية، حتى لو هي كومبارس زي ما هو قال لها يا كومبارس انت ملكش دعوة اصلا تقول لها يا حقيرة وجزمة والدتك انضف منها، او عيب جدا. حتى لو هي مش ممثلة احترم كبر سنها، بصراحة قلة ادب جدا. وهي المفروض تعمل فيه محضر سب وقصف طبعا علشان يبقى يحترم نفسه كويس. وهي قالت انا رفضت اعمل دور امه، فانا مشكلتي ايه؟ في ناس فضحوني على السوشيال ميديا وقالت ان في ناس اتكلموا عليا كويس وناس اتكلمت عني وحش. هي قالت بقى بالتحديد علشان كل حاجة نجيبها بالمستندات، قالت كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تلقيها الشتائم والسباب من الفنان محمد رمضان وتطاوله عليها، وذلك على خلفية رفضها المشاركة في إحدى المسلسلات التي يؤدي بطولتها. وقالت سميرة عبد العزيز للوطن إنها فوجأت بالفنان محمد رمضان يرسل لها عبر تطبيق الواتساب الشهير، حيث أرسل لها الشتائم والإهانات ووبخها، وقالت لقيته بيبعت لي وبيقول لي يا حقيرة يا شحاتة أنا جزمة أمي أنضف وأحسن منك، انا باخد 20 مليون وانت اجرك 20 ألف. اعرف ان ربنا هو اللي كرمك يا محمد رمضان، وكما تدين تدان، واللي انت بتعمله ده انت محدث نعمة بجد، عيب. المفروض حتى تحترم اللي اكبر منك سنا، ملكش اي حق تقول لها كده. ده رأيي يا جماعة. الناس بقى اللي هم عبيد محمد رمضان واللي هم شايفينه الملاك والأسطورة دايما، خليكم على جنب لو سمحتوا، الكلام مش موجه لكم أصلا. بشكركم جزيلا، سلام عليكم.